السلام عليكم ورحمة الله. عبد الحق العالمي لسان السيارات. أعتذر عن انقطاعي للفترة الماضية لأنه صار معنا موقف، وهذا هو اللي حشرحه في هذه الحلقة. هذه الحلقة ما لها علاقة بالسيارات، هي تجربة مرينا فيها في شركتنا، وحابين أنه نشارك هذا الأمر مع الجميع عشان ما توقعوا بنفس الخطأ. اتنصب علينا بحوالي 900,000 ريال، تقريبا 240,000 دولار. راح أتعمد أن ما أذكر أسماء الشركات أو أسماء البنوك اللي تعاملنا معها حفظا للناس، والأمر اللي حصل هذا هو أمر حقيقي حصل قبل عدة أيام، نتمنى أنه ما أحد يوقع فيه. بداية القصة صارت أنه وصلنا إيميل من شركة من الشركات اللي احنا نتعامل معها من أكثر من 15-16 سنة في بلجيكا، واللي بتورد لنا قطع غيار وبندفع لهم فلوس لقاء ذلك. وصل لنا إيميل منهم يقول أنه في عليكم 3 حوالات المفروض تسددوها وهي صحيحة، فلازم تسدد المبلغ الفلاني والمبلغ الفلاني والمبلغ الفلاني. في الإيميل مسجل أنه رجاء حول المبلغ على الآيبان الفلاني واسم الشركة الفلاني، واللي هو اسم مختلف عن اسم الشركة اللي احنا نتعامل معها. فرجعنا تواصلنا معهم وقلنا لهم إيش التغيير هذا اللي حصل 15-16 سنة احنا بنتعامل مع بلجيكا، ليش الآن مع فيينا النمسا؟ لاحظ فيينا النمسا في أوروبا. فكان الرد منهم انه لا تخافوا ولا تستغربوا، لانه احنا فتحنا مكتب جديد وحساب جديد في فيينا في النمسا، ارسلوا لهذا الحساب ما في مشكلة، واحنا ان شاء الله خلال الفترة القادمة حنعمل الاجراءات القانونية اللازمة لتغيير المسمى تبع الشركة هناك. ولما اقول لكم انه الخطابات رايحة جاية بيننا، ترى جميع الاشخاص من طرفنا موجودين، المدير المالي، مدير التسويق، السكرتارية، كل شيء، ونفس الحكاية مدير المصنع، المدير المالي، مدير التسويق عندهم في طرفهم، فتلاقي سيسي احنا وسيسي هم جميع الاطراف. بصراحة استغربنا، فرحنا ارسلنا لمدير الشرق الاوسط في المنطقة انه يا فلان هل هذا الأمر صحيح؟ تبغون نرسل على هذا؟ فكان الرد من طرفه بنفس أسلوبه، لأنه أصبحت علاقتنا جيدة 16 سنة احنا نتعامل مع بعض، أنه لا 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 ولا يهمك، أرسل على هذا المكان خلاص، احنا عارفين وهذا المكان هو الحساب الصحيح تبعنا، وهذا كذا وهذا كذا، ونكتة في الأخير زي العادة، يعني واحد أخذ مدي علينا. فأنت ما تستغرب أي شيء، كل شيء طبيعي، بنفس الخط، بنفس كل شيء، حتى الخطابات. الإيميل في خطاب بالآيبان واسم الشركة موقع ومختوم من الشركة الطرف الثاني اللي هي في بلجيكا. إلى هنا كله تمام. فرحنا حولنا المبالغ، كل الحوالات الثلاثة حوالي 240,000 دولار، حولناها إلى النمسا إلى الحساب المذكور. بعد بيومين اتصل فينا مدير الشرق الأوسط يقول لي يا جماعة إيش بكم تأخرتوا بالفلوس؟ قلت له والله يا أخي سددناها إحنا من حوالي يومين ثلاثة، سددنا لكم الفلوس. فين سددتوها؟ على النمسا. مين قال لكم في النمسا؟ فطبعا هنا وتقلبت الشركة فوقاني تحتاني عندنا هنا، وبدأنا ندور ونشوف وكذا. فانقسمنا عدة أقسام، وهذه نصيحة لكم. قسم راح للبنك المحلي هنا وبدأ يجري وراهم في موضوع أنه إيقاف الحوالة، وأنه في تزوير وهاكينج حصل في الموضوع. قسم آخر راح للشرطة هنا عشان يبلغ مؤسسة النقد والشرطة. وقسم ثالث بدأ يعمل اتصالات مع البنك في النمسا، لأنه يا جماعة الخير ترى هذه الفلوس راحت عندكم ما هي صحيحة، نبغى نسترجعها، وقفوها لو وصلت عندكم وزي كده. للأسف البنك اللي في النمسا ما تعاون معنا على التليفون، يقول أنا إيش عرفني على الطرف الثاني من التليفون هذا مين فيه، يمكن أنت الهاكر نفسك ولا يمكن أنت السارق نفسك. وطلبوا مننا أن نتواصل مع البنك تبعنا أو أنه نتواصل مع الشرطة تبعهم. ولهذا السبب لعدم تعاون البنك ركبت الطائرة في أول رحلة موجودة ورحت على فيينا. وصلت هناك 9:30 الصباح واتجهت مباشرة على البنك. أبلغت البنك باعتراضي على المعاملة، قالوا لي مع ذلك ما احنا قادرين نسوي أي شيء، لازم الأمر يجينا من الشرطة. رحنا إلى الشرطة، عملنا البلاغ وجابوا مترجم وجابوا كل شيء، ورجعت إلى البنك وحجزوا المبلغ بفضل الله. اتحجز 188,000 دولار تقريبا، فضل 49,000 دولار طارت. طبعا الأمر أخذ له حوالي 6-7 أيام على رحلتين مختلفتين، متابعة مع البنك ومع الشرطة ومع الانتربول هناك. وقصر الكلام أنه مع التحقيقات بيّن أنه هذه ما هي أول حالة، وأنه بتصير كثير، وأنه في هاكرز بيحطوا ميلوير أو بيحطوا فيروس داخل أنظمة الشركات. هذا الميلوير يمكن الهاكر أنه يدخل يصير بينك، ما بين الشركة اللي أنت بتتعامل معها وبينك أنت، ويبدأ يراقبك على مدار أسابيع وأشهر إيش هي العمليات اللي بتتم. فلما صار وقت سداد هذه الثلاثة حوالات، هو أرسل لنا باسم الشركة، أرسل لنا إحنا بأنه حان وقت السدادات الثلاثة هذه. لما إحنا تسألنا يا جماعة الخير ليش على النمسا مو على بلجيكا، أرسلنا الإيميل، الإيميل ما يصب في الشركة، يصب عنده هو، ياخده يغيره يحوره وبعدين يرسله للشركة، الشركة يرده يوقف عنده الإيميل، ياخده يلعب فيه يحوره ويغير الآيبان يغير كل شيء ويرجع يرسله لنا. فدائما توصلنا الإيميلات من طرفه هو
انه هي سليمه وكل شيء، وتوصل الشركه نفسها هذه من طرفنا احنا انه سليمه وكل شيء. واللي اكتشفته صدفه في التحقيقات انه في كل دول العالم عشان تحول مبلغ انت محتاج ايبان ومحتاج اسم الشركه يكون متطابق. البنك اذا شاف الايبان او اسم الشركه غير متطابق ما حيسوي الحواله، وهذا امر جيد في كل العالم الا في اوروبا. في الاتحاد الاوروبي حسب كلام الضابط، مو العهده علي الكلام على الضابط، وارسل لي لائحه بالقوانين حقراها. الضابط يقول انه من 2009 انسن قانون جديد في اوروبا انه ما في داعي انه الايبان يكون متوافق مع اسم الشركه، يعتمد البنك فقط على الايبان، اذا صحيح الايبان يعمل الحواله. بعض البنوك ما زالت تتاكد من هذا الموضوع، لكن اغلب البنوك يقول لك خلاص احنا بالنسبه لنا هذا الايبان هو الاصل. وعلى فكرة الحساب اللي محول له اللي هو 188,000 هو حساب شركة محترمة في النمسا، وقدرنا نتواصل معاهم نوصل للسي اي او ويروح معنا للبنك ويسجل انه هذه المبالغ ما هي حقته. ليش كده يسوي الهاكر؟ ايضا اللي يسويه انه يستنى على المبلغ هذا وبعدين يبعث لهم خطاب مننا احنا باوراقنا انه اسفين صار خطأ، ارسلنا لكم مبلغ، لو سمحتوا ارسلوا على هذا على حساب مختلف، ويأخذ المبلغ من مكان لمكان لمكان عشان يضيع أي تحقيقات موجودة إلى ما يتحصل هو على المبلغ. طبعا هذه الحادثة سمعت فيها أكثر من مرة من أكثر من شخص، لكن ما تخيلت أنها تحصل معانا. إحنا عندنا سيستم جيد، الشباب عندنا مفتحين كل شيء، لكن الهاكر يعتمد على الأخطاء الإنسانية. أنت بتعمل حوالات كل يومين ثلاثة، بتعمل حوالة فيصبح الأمر روتيني عندك، ما تبدأ تدقق وتسهى منك بعض الأمور، وهذا اللي يشتغل عليه الهاكر. والشاهد عشان ما يحصل معك هذا الشيء طبق اللي قال لي هو ضابط الشرطة. Next time phone call. نعم next time phone call. 3-4 دولار 5 دولار مكالمة هاتفية وانت بترسل حوالي مليون ريال ان شاء الله تروح. الامر الثاني تأكد انه الايبان مطابق لاسم الشركة، اذا الايبان مو مطابق لاسم الشركة لا تعمل التحويل. ومن خبرتنا البسيطة هذه فلا سمح الله لو حصل معك هذا الامر، اول شيء تعمله تروح على البنك المحلي وتعمل اعتراض بالمبلغ. 2 حاول تتصل بالبنك هناك وتعمل غلبة، تتصل تقول لهم ادوني مدير ادوني اي شيء، وتتصل مرة واثنين وثلاثة وتحاول تقول لهم يوقفوا هذا على الاقل، يصير عندهم ريد فلاج او يصير عندهم منبه انه اوه في مشكلة حصلت هناك عندهم. حسب مبلغ الحوالة اذا كبير ولا صغير حاول تروح على البلد اللي تم التحويل لها مباشرة، روح اعترض في البنك وقدم اعتراض للشرطة هناك على اساس انهم يتابعوا الموضوع ويوقفوا حالا. لا تنسى أنك أنت تسجل الحالة أيضا في الشرطة المحلية ومع مؤسسة النقد. الأمر الأخير اللي عملناه إحنا في الشركة أنه عيننا محقق من أمريكا عشان يدخل على السيرفر عندنا ويشوف الإيميلات تبعنا ويشوف فين البريتشين حصل أو فين الخلل حصل، والحمد لله ما كان من عندنا، كان من الشركة الثانية، لأنه عملاء الشركة الثانية هذه اشتكوا من عدة محاولات بهذا الشكل أيضا. مرة ثانية آسف، ما له علاقة بالسيارات لكن إن شاء الله يستفيد منه الغير. قبل ما أمشي أحتاج أنك تسوي شيء طيب اليوم، أحتاج أنك تدعو لأخي وصديقي وحبيبي شادي زاهد اللي توفى الله قبل يومين، الله يرحمه برحمته ويرحم أمواتكم ويصبر أحبابه. في أمان الله.